السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت ارتفاع حصيلة جرحى التظاهرات من المدنيين والعسكريين. وقالت الوزارة في بيان إلحاقا بالبيان السابق، ولغاية أعداد هذا البيان بلغ عدد الإصابات التي استقبلتها مؤسسات وزارة الصحة 125 جريح، 100 منهم مدنيين و25 عسكريين. وأكدت استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الإجراءات الصحية اللازمة، فضلا عن استمرار تقديم الخدمات الصحية المختلفة الأخرى.